The drugs that are given for the treatment of postprandial hyperglycemia, يعني يسموها meal therapy, the type 1 or type 2 diabetes mellitus. Meal therapy the drugs that are given for the treatment of postprandial hyperglycemia or meal therapy. Meal therapy, it is the drug that induce insulin production or reduce glucose level after meal. لأنه بعد الميل حيرتفع الblood glucose level فيحتاج إلى الانسولين سيرج أو الفاست ريسبونس أوف انسولين فيز. فمرات إذا هذا الفيز به مشكلة فنحتاج إلى أن نعطي دراك تعوض لنا عن هذا النقص اللي صار بالانسولين، لان احنا مثل ما نعرف انه ابو التايب 1 دايابيتيز ميليتس دائما ما عنده انسولين سكريشن، يعني لا بالبوست براندياال فيز ولا بالرابيد ريسبونس فيز، لكن ابو التايب 2 دايابيتيز ميليتس فعنده المشكله انه افتر ميل كانوت برودوس انسولين سيرج، لكن عنده بنكرياس ريتين سم اوف ذا اكتيفيتيز اوف انسولين برودكشن بحيث يصير عنده بوست براندياال جلوكوز. فهذا الشخص مرات يحتاج الى السبيسيفيك تريتمنت. من ضمن هذه التريتمنت عندنا النوع الاول هو الانسولين ثيرابي. الانسولين هو الرابيد اكتنج انسولين. الرابيد اكتنج انسولين الرابيد اكتنج انسولين او السوليبل اكتنج انسولين مثل عندنا الانسولين الزبرو، الانسولين جلوليسين، انسولين اسبارت، وهذا نعطيه على شكل سبيكوتانيوس انجكشن 15 minutes before meal or within 15 to 20 minutes within the meal. هذا الرابيد اكتنج انسولين ممكن انه يغطينا فتره الميل. هاي اول نوع. النوع الثاني اكو دراج يكون سينثيتيك امايلين انالوج. الأمايلين هو الإنزيم co-secreted by beta cells with insulin. أمايلين هو إنزيم يطلع ويا الإنسولين عن طريق البيتا cells of islets of Langerhans, and this is responsible for the delay of gastric emptying, decrease postprandial glucagon secretion, and improve satiety. فالأمايلين طبيعته أنه يقلل من الجاسترين gastric emptying rate. فأيضا يسوي يقلل من البوستبرانديال جلوكوز سكريشن ويزيد لنا الساتيتي. الدراجز اللي يشتغل هذا الاكشن هو البراملينيتايد ذات از جيفن سبيكوتانيوسلي بيفور ميل. لكن هذا السينثيتيك انالوج اول شيء لازم ما ينخبط ويا الانسولين، اند دو نوت جيف ان كيس او ما ننطي بحالات اللي عندهم جاستروبيرسز اور هايبوغلايسيميك ان اويرنس. يعني ليش؟ لانه هذا ممكن انه يسوي لنا هايبوغلايسيميك ابيسود. فاللي عندهم مثلا هايبوغلايسيميك ان اويرنس او عندهم مثلا حالات الجاستروبيرسز وايضا ما يصير ياخذوا وايضا ما يصير تخبطه ويا الانسولين، لانه يعني ممكن يسوي لنا هايبوغلايسيميك ابيسود. والدراج اللي ممكن ان يكون امايلين انالوج اللي هو البراملينيتايد، وهذا ينطي فور ذا بوست براندياال هايبرجلايسيميا. النوع الاخير اللي هو الجلوكوجان لايك بيبتايد اجونست. الجلوكوجان لايك بيبتايد اجونست اللي هي تشتغل مثل الانكريتين هرمونز. فبالنسبه للانكريتين هرمونز احنا اما انه نعطي دي بي بي اي دي تي دي بي بي 4 انهبيترز اللي هي ممكن انه تقلل لنا من الانزيم ذات بريك داون انكريتين، او نعطي انكريتين انالوج اللي يسموها بالجلوكوجان لايك بيبتايد. الجلوكوجان لايك بيبتايد مثلا عندنا ال بي جلوتايد، هي جماعه الجلوتايد مثلا ال بي جلوتايد، دولا جلوتايد، اكزينتايد، ليرا جلوتايد، وهذا عند ليكزي سينيتايد عند سينيجلوتايد. الليرا جلوتايد هذا سبيسيفيكلي جيفن تو ريديوس كارديو فاسيكولار كومبليكيشنز اوف تايب 2 دايابيتيز ميليتس. زين
هذه تشتغل، هي عبارة عن glucagon like peptide agonist. هذه تكون secreted by the intestine after the uptake of meal. فالglucagon like peptide يطلع عن طريق الانتستين بعد الميل، ومرات يسموها بالانكريتين هرمونز، وتنطينا الانكريتين effect. فبيها الانكريتين effect هو شيء يسوي glucose dependent insulinotropic effect. الجلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك افكت يعني معناته ويا زياده الجلوكوز حيزيد عندنا افراز الانسولين، يصير عندنا افراز الانسولين. مرات مثلا الانسولين ما ينفرز بشكل طبيعي، فتحتاج دراج ذات هاز ان جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك افكت، يحتاج الى دراج اي بي يعني انسولينوتروبيك افكت، يعني يزيد لنا ريليز الانسولين ريسبونس تو ذا جلوكوز. واللي يوفر لنا هاي الحاله هي اما دي بي بي 4 انهبيتر، او ممكن انه ننطي الانكريتين هرمونز اللي هو الجلوكوجان لايك بيبتايد انالوجز او الجلوكوجان لايك بيبتايد اغونست. هذا طبعا they are responsible for 60 to 70% of secretion of the postprandial insulin. They are given only طبعا هذا بما انه they اثر على الجلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن، فينطي فقط بالتايب 2 diabetes mellitus. فابو التايب 1 اصلا هو ما عنده secretion of insulin، فاي شيء يزيد الاكتيفيتي مال البنكرياس ما اقدر انطي له بالتايب 1 diabetes mellitus. فلهذا نشوف احنا بابو التايب 1 diabetes mellitus محصورين ضمن السوليبل انسولين، أو ممكن أنه ننطي synthetic amylin analog اللي هو البراملينيتايد اللي ننطي subcutaneous injection. فلو أجي أنطي أبو التايب 1 لو أنطي براملينيتايد لو أنطي soluble insulin. أبو التايب 2 diabetes mellitus ممكن يأخذ أي واحد من عندهم، لكن الجلوكوجان لايك بيبتايد analog أو الانكريتين هرمون analog هو ينطي specifically for type 2 diabetes mellitus، اللي هي دائما تنتهي بالسفرس جلوتايد، مثلا البي جلوتايد، دولا جلوتايد، اكزينتايد، ليرا جلوتايد، ليكزيسينتايد، انسينا جلوتايد. والليرا جلوتايد يعني بي فد specific indication to reduce the cardiovascular mortality in type 2 diabetes mellitus. وطبعا هذه الدراج يكون هو مسؤول عن 60-70% of insulin secretion after a meal، فيكون very effective for the control of the for the meal therapy or control of the insulin release during a meal. Thank you.